السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد في قناة عالم أم ريتاج. اليوم إن شاء الله هنحضروا طورتة باردة بفلون الكوخاضة اللي كتجي رائعة في الشكل وفي المذاق. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للطبقة الأولى عندي هنا بيسكوي وزبدة دائبة. بالنسبة للبيسكوي تقدروا ديروا أي نوعية بغيتوا، والزبدة كتبقى على حسب الكمية ديال البيسكوي. وكنطحن البيسكوي مزيان عاد كنضيف له الزبدة. وهنا من بعد ما طحنت البسكويت كنضيف له الزبده وكنخلطه مزيان حتى كيتجانسوا. صافي، وكناخد مول وكندير فيه داك البيسكوي وكنقادو مزيان في المول. وكنضغط عليه بمعلقة باش كنثبتو مزيان. صافي، وكندخلو المجمد بين موج الطبقة الثانية. وبالنسبة للطبقة الثانية عندي لتر ديال الحليب، 5 معالق كبار ديال سكر سنيدة، 3 القطع ديال الجبن المثلث، 3 العلب ديال الجبن الطري، وفلون الكوخاضة. بالنسبة للكوخاضة هنا كل صاشية كتجي في نص لتر ديال الحليب. هنا عندي انا لتر ديال الحليب ندير فيه 2 صاشيات. من بعد ما درت الكوخاضة في الحليب كنضيف عليها السكر سنيدة وكنخلطو مزيان باش ما يبقاش فيه داك الحبيبات. صافي، وكنديرو فوق البوطة حتى كيغلى. وهنا من بعد ما غلى كنضيف له قطع الجبن وعلب الجبن الطري، او لا يمكن نعوضه بالياغورت الطبيعي. وبالنسبه للكوخاضه البنات غتلقاوها متوفره في المحلات اللي كيبيعوا لوازم الحلويات.
والجبن كنضيفه على الحليب وهو باقي سخون، وكنحركه مزيان حتى كيدوب. وهنا من بعد ما دب الجبن كنجبد البسكوي من المجمد وكنخفي فوق منه الطبقة الثانية. صافي، وكنخليها غير تدفى شوية، عاد ندخلها للثلاجة باش تبرد وتشد راسها. ودابا كندوز نوجد الطبقه الاخيره. عندي هنايا جوج حبات ديال الخوخ من بعد ما نقيتهم وقطعتهم، عندي معلقه كبيره ديال النشا ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده. كناخذ الخوخ وكنطحنو مزيان بميكسور، هنا اذا شفتوه بقى لكم ثقيل يمكن تضيفوا له شويه ديال الماء. هو كيتطحن وهو كيتطلق، ما كيبقاش ثقيل. صافي، هنا من بعد ما طحنته كنخوي في كاسرول وكنضيف له السكر والنشا. صافي، كنخلطه مزيان وكنديره فوق البوطه حتى كيعقد مع التحريك المستمر. هنا هو القوام ديالو، بدا كيعقد. صافي، غير كيعقد كنطفي عليه. وهنا الطرطة من بعد ما بردات وشدات راسها شوية كنخوي عليها الطبقة الأخيرة وكنقدها مزيان وكنخليها عاوتاني غير تدفى شوية وندخلها للثلاجة ونخليها حتى تبرد مزيان وتشد راسها تقريبا جوج الساعات ولا ثلاثة ديال الساعات. وهنا الطرطة من بعد ما بردات كنحيد لها الإطار. وبالنسبة للتزيين عندي هنا حبة ديال الخوخ نقيته وقطعته على هذا الشكل وكنقدهم في الجنب ديال الطرطة بهذه الطريقة، والتزيين دائما كيبقى اختياري. Thank you.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الطرطه ديالنا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ودابا كندوز نوجد التحليه بالكوخاضه والكيوي اللي كتجي حتى هي رائعه في المذاق. عندي هنا نفس البسكوي اللي صايبت في الاول، كنديرو في كيسان كطبقه اولى، وهنا من بعد ما درت البسكوي في الكيسان كنضغط عليه شوية ونثبته في الكيسان وندخله المجمد بين موجة الطبقة الثانية. بالنسبة هنا للطبقة الثانية عندي نصف لتر ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال السكر سنيدة، وصاشي واحد ديال الكوخاضه. كنضيف السكر والكوخاضه على الحليب وكنحركو مزيان باش ما يبقاش فيه داك الحبيبات، وكنديرو فوق البوطه يغلى. وهنا من بعد ما غلى كنخويه في شي اناء باش يسهل عليا نخويه في الكيسان. وكنحاول ما نعمرش الكيسان باش تبقى لي فين ندير الطبقه الاخيره. وهنا من بعد ما عمرت الكيسان كنديرهم في الثلاجه حتى يبردوا مزيان. وهنا من بعد ما بردوا كناخذ ثلاثه الحبات ديال الكيوي من بعد ما نقيتهم وقطعتهم وكنطحنهم بالميكسور. وهنا ما ضفتش السكر حيت البسكوي عندي حلو وحتى الطبقه ديال الكوخاضه حلوه. وهنا من بعد ما طحنت الكيوي مزيان كنخويه في الكيسان. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في وصفات جداد ان شاء الله. وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.